السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة والأخوات. اليوم حنتكلم عن موضوع هو غاية في الأهمية، وأنا لا أريد أن يفهم كلامي خطأ. لا أريد أن يفهم كلامي خطأ. أنا أتكلم عن مجتمع مدني، أتكلم عن جمعيات خيرية ومؤسسات إنسانية تعمل في مجتمع مدني، ولا بد أن أكون واضح وصريح معكم. ليس لي أجندة مع أحد أو عداوة مع أحد. أنا بحب الأديان كلها وبحب المتدينين، لكن لا أحب خلط الأوراق الذي يؤثر على مجتمعنا المدني وعلى مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة الإنسانية منها التي تعاني أشد المعاناة في هذا الجو الظالم. نحن نعيش وسط عالم ظالم، ظالم بكل المقاييس، الأنظمة والقوانين والسياسات والأطر أصبحت ظالمة. فلذلك لابد أن نتعامل داخل هذا المناخ بوسائل أخرى لا تجعلنا نؤثر على العمل الذي نقوم به. ده مدخلي. من أراد أن يفهم جزاه الله خير أو جزاه الله خيرا، ومن أراد لا يفهم هم أحرار. أنا سأقابل ربي بهذا الأمر. اسم المحاضرة اليوم اللي هي الوجه الآخر للجمعيات الخيرية هل هو التدين أم الجمعات؟ طبعاً بشكر الأستاذ أحمد الشيخ اللي جزاه الله خير ساعدنا في المادة العلمية، وكذلك اللي هو أحمد الشوى اللي أيضاً ساعدنا في المادة العلمية. شوف بس بينزل إزاي ده. ده الهرم اللي احنا هنتكلم عنه، او ده الحديث كله هيكون عن هذا الامر. كلما ازداد السواد والحمار داخل هذا الامر الهرم، كلما ازدادت الخطوره. بمعنى انا هنا اتكلم عن الامناء، اتكلم عن اللي احنا بنسميهم بالانجليزي البورد اوف دايركتورز. الهرم ده بيمثل البورد اوف دايركتورز، سنتحدث عن هذا الهرم فيما بعد. انا كنت مسميه اللي هو مثلث برميودا الخطر اللي موجود في المحيط الأطلسي، اللي أي مركب فيه أو أي سفينة فيه أو أي طيارة بتمشي فيه بتدمر إلى آخره. فده الكلام اللي احنا هنتكلمه بمنتهى الصراحة، بمنتهى الشفافية، أن احنا لا نتحمل في هذا العالم الظالم الذي يؤطر سياسات وقوانين لتمكين الظلم والظلمة إنه يدمر لنا العمل الإنساني أو مؤسسات المجتمع المدني. الشريحة الأخرى. لا، اللي قبلها. كل مثلث بالنسبة لنا أو كل هرم من الأهرامات ليه قاعدة وأربع أوجه. أنا بالنسبة لأتكلم العمل الخيري بتاعنا ليه قاعدة وأوجه، أربع أوجه. قاعدة عملنا الخيري الأساسية التي لا نستطيع أن نستغنى عنها هي هذه المرأة عبير. القاعدة التي نقف عليها في جميع مؤسساتنا الخيرية والإنسانية بكل مجالاتها هي الفقير والنازح واللاجئ والأرملة واليتيم. هم صلب أو هم السبب الرئيسي لتماسك هذا الهرم. لا جدال، لا جدال، لا جدال. قصة عبير هي أحد الأخوات السودانيات في أحد القرى في خارج الخرطوم، وزي ما أنتم شايفين أنها قاعدة. لما حصل الفيضانات في منذ أسابيع، كان في وفد رفيع المستوى من مملكة البحرين بيزوره، كان في منه زميلي الدكتور مصطفى السيد، فلقاها موجودة في وسط النساء. فلا يعني القصة بتاعتك إيه؟ قالت له أنا بالرغم أن البيت بتهد والمية دخلت البيت إلى آخره إلى آخره إلى آخره، إلا أنني رفضت أن أخرج من المنزل المهدوم أو المهدود قبل أن أنقذ أبي وأمي. هذه المرأة وغيرها في السودان، في باكستان، في بنغلاديش، في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، هي القاعدة الصلبة لعملنا الخيري. أنا ليه بجيب صور من السودان دايماً يا شباب؟ لأن السودان مغفلة 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 على الإطلاق من كافة الدوائر الإعلامية.
أو غالبية الدول العالمية، حتى أن كثير جدا من الجاليات السودانية في الغرب لا تقوم بمسؤولياتها الحقيقية أمام الكارثة والجائحة في السودان، لا تؤثر على أكثر من 800 ألف نازح داخل السودان. إذا كان بركز في كلامي هذا أمر. يبقى قاعدة الهرم نحن نتكلم عنه هي الفقير والنازح واللاجئ والأرملة والتم. حذاري حذاري أن تبنوا هرما دون قاعدة. هم هؤلاء هم الملاك الحقيقيين لكل عمل نقوم به. الصريحة الثانية، هذا دائما قلت لكل هرم أربع أوجه، وجهين ظاهرين وجهين خلفيين. أول وجه ظاهر قدامنا في أي مؤسسة نقوم بها هو إيه؟ هو الفكرة والأهداف والقيم، نحن نكتبها على الصفحات بتاعتنا، والرسالة والمهمة والأداء والخدمات اللي بنقدمها للمجتمع والسمعة والمشاريع والانتشار والمصداقية، كل هذه الأشياء والتمكين والتدريب وكل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء المشاريع اللي المجتمع بتاعنا بيسمعها ويراها ويتحسسها ويستفيد منها. وده وجه ناصع للعمل الخيري اللي احنا بنتكلم عليه، وبدونه لا تستطيع الحكومات أن تكمل دورها المجتمعي من أجل خدمة المواطنين. الشريحة الثانية، الشريحة الثانية، الوجه الثاني بيكون خفي في الخلف، يعني مش معنى كده مخبيين، لا أبدا، اللي هم الأمناء أو رؤساء مجالس الإدارات أو اللي احنا مسميهم بالإنجليزي اللي هو البورد أوف دايركتورز، دول بيكونوا أسماء موجودة لكن بتكون شخصيات غير معروفة للمجتمع، غير معروفة للمجتمع، وهم دول اللي بيكونوا قدام أمام الحكومات، هم المسؤولين الحقيقيين عن المؤسسة. لكن المؤسسة أو عامة الناس، عامة الناس لا يتعاملون معهم لأنهم لا يعرفونهم. عامة الناس يتعاملوا مع الموظفين والخدمات اللي أنا اتكلمت عنها في الوجه الأول. يبقى في عندنا وجه ظاهر واضح بالنسبة لنا الخدمات والرسالة وكذا وكذا وكذا، وجه تاني خفي، مش خفي إنه هو مخبيه، لا، يعني عامة الناس العاديين ما بيتعاملوش معه. الوجه الثالث، الوجه الثالث برضه وجه ظاهر، يعني احنا قلنا المشاريع والأهداف وغيره، زائد أنا بقى العمال. والوجه الثالث اللي هو ظاهر أيضا هو العمال والعاملين المدراء التنفيذيين المتفرغين والمسؤولين عمليا وواقعيا وفعليا على إدارة شؤون هذه المؤسسة أمام كل الشركاء، أمام الحكومات، أمام الفقراء، أمام المساكين، أمام الموالين غير ذلك. يبقى الأمناء هم الملاك اللي ما بيعرفهمش الحكومة فقط، ها، وكثير جدا من الناس ما بتعرفهمش، أما المعروفين للمجتمع فهم العمال التنفيذيين اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي. الوجه الرابع لو سمحت، هو برضك واجه خافي أيضا، بمعنى إيه؟ اللي هو الهيكل الداخلي للمؤسسة. مش كل إنسان عادي في المجتمع بيخش عندك يسألك على الهيكل الداخلي، على السياسات، على اللوائح، على الصلاحيات، على المسؤوليات، على الميزانيات، على المراجعات إلى آخره. لكن من حق الناس إنها تسألك. يبقى إحنا عندنا لكل هرم أربعة وجوه، والهرم ما هو إلا مؤسسة، ولكل مؤسسة قاعدة وأربعة وجوه. القاعدة هي الفقير. حذاري أبداً أننا لا نعتبر القاعدة هي أساس تماسك المؤسسة. الوجه الظاهر، وجهين ظاهرين، اللي هو التنفيذيين والموظفين بتعامل مع المجتمع، زائد المشاريع والأهداف إلى آخره. والوجهين الخفيين هم مش خفيين يعني بطريقة يعني سلبية، لا، اللي هم من المجتمع بتعاملش معهم كتير، اللي هم الأمناء لما أصبح قدام الحكومة يعني لهم الملكية المؤسسة، وفي نفس الوقت اللي هو اللي هي السياسات الداخلية والهيكل بتاع المؤسسة. نشوف بعد كده أهم هذه الأوجه اللي أنا اتكلمت عنها، خليكم معايا لأن أنا داخل على موضوع قد يزعل أو يزعج البعض، يزعل أو يزعج البعض. أهم هذه الأوجه، وجه ظاهر واضح يتعامل مع المجتمع في كل لحظة ويوم، ومدراء التنفيذيين والمشاريع الخدمية والأهداف والرسائل زي ما اتكلمت أنا قبل كده. الوجه الثاني اللي هو وجه غير ظاهر، اللي هم الأمناء والمدراء الغير متفرغين، اللي هم أعضاء مجالس الإدارة،
وهم أصحاب السلطة الحقيقية وأصحاب السلطة الفعلية، ولكنهم ليسوا أصحاب الخبرة. اسمعوا دي بقى، ليسوا أصحاب الخبرة والدراية من جهة، وكذلك في الوجه الخفي أيضا اللي هي السياسات والقوانين الداخلية واللوائح. يبقى احنا عندنا وجهين، أربع وجوه للمؤسسة، اثنين ظاهرين واثنين يعني غير ظاهرين، أو على الأقل العامة الناس ما يعرفهمش، بزائد القاعدة اللي احنا حاطينها. زي ما احنا شايفين الهرم اهو، سواء دي أهرامات مصر أو أهرامات المكسيك، ده احنا حطيناها عندكم عشان نعرف إن لكل مؤسسة وجوه مختلفة وقاعدة صلبة، وجوه مختلفة وقاعدة صلبة. بعدين نتكلم بقى عن الوجه الخفي اللي هو أساس موضوع حديثنا اليوم، وهو حديث الساعة وكل ساعة، وحديث وقضية من قضايا اللي أنا بتكلم عنها. الهرم اللي قدامنا ده أو المثلث اللي قدامنا ده اللي أنا كنت بسميه مثلث برميودا، ويمكن كتير جدا منكم لو دخلوا على الجوجل أو على الويكيبيديا دوروا على مثلث برميودا هيلاقوا المؤسسات بالمثلث تمشي فيه أي سفينة أو أي مركب أو أي طائرة، بيلف بيها فيها دوامة كده أو دوارة بإيه، بتقع الطائرة أو تتحطم وتغرق السفن. هذا المثلث اللي أمامكم أو هذا الأمر اللي أمامكم بيمثل تمثيل الأمناء داخل المؤسسات. معايا؟ تمثيل الأمناء داخل المؤسسات. ومن هم الأمناء؟ أول حاجة لكي لا أفهم خطأ على الإطلاق، أنا ليس عندي أي غضاضة وأي حرج من أن الجماعة الدينية أو حتى الجماعات الأخرى المشبوهة تكون لها مؤسسات بتعلن أن هذه تابعة لهم، أن هذه تابعة لهم تعلن. أنا بتكلم عن الإعلان، بالعكس الذي يعلن هو الصريح، هو القوي، هو الواضح. أما أن نختفئ ونتخفى ونختبئ وراء مؤسسات مجتمع مدني، هذا هو الخطر. لذلك أنا أعطيت بعض الألوان في القاعدة، يعني خطورة من تحت لفوق، في أربعة مسارات أو أربعة تشكيلات أو أربعة تواجدات يكونوا خطر داخل الجمعيات الخيرية، لأنهم كلهم عندهم عقلية التحكم وعقلية السيطرة على هذه الجمعيات وتوجيهها لخدمة جمعيات أخرى أو تشكيلات أخرى إلى آخره. وأولهم الجماعات الدينية، وبعدين الجماعات الإرهابية، وبعدين الجماعات المسلحة، وبعدين الدوائر الأمنية والعسكرية والاستخبارات. الأربعة دول عندهم نفس العقلية، كل عايز يعمل كنترول. اللي هيزعل مني هيزعل، اللي هيزعل مني هيزعل، انا هقابل ربنا سبحانه وتعالى بما اؤمن به. لماذا احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن انا ما عنديش اي غضاضة انك تعمل لك انت مؤسسة باسمك وباسم شركتك او باسم جماعتك او باسم تنظيمك، لكن لا تلتوي خلف هذه المؤسسات لكي تحاول أن تسيطر عليها من الداخل أو من الخارج. خطورة الموضوع اللي أنا حطه هنا هو إن الجماعات الدينية أصحابها بيحجوك بما قال المولى الخالق فيؤطروا الأشياء، وأبنائهم قد يكونوا ناس طيبين لكنهم غير واعين. إخواننا احنا بنعيش في عالم كله ظلم، وأصل الظلم يأتي على مجموعة معينة من البشر. ده الصراحة هم الجمعيات الخيرية العربية والإسلامية، وفي دول كثيرة تحارب هذه الجمعيات وخاصة في الغرب، والأسف كثير من هذه الدول من الشرق الذين ينتمون لنفس الدين لكي لا يكون هناك مؤسسات مجتمع مدني قوية وراسخة لأبناء الجاليات العربية والإسلامية في الغرب. ما فيش حد حارب الدين، لأن من غلب الدين غلبه. فلذلك في وسط هذه التصادمات وهذه الأفكار
وهذه السياسات الظالمة علينا أن نحمي جمعيتنا من هذه الشرائح الأربعة اللي موجودة قدامنا. الأمر مش بيكون توجه فخم من جمعية من الجمعيات، لا، بيكون حتى الجماعة بتقول لأعضائها اللي موجودين فلازم اخرجوا، بيرتفضوا. بترجع الموضوع، أنا هديكم بعض الأمثلة عشان إيه تعيشوا معايا الواقع اللي احنا عايشينه. قد يكون جماعتك أو تشكيلك أو لا خلاص اخرج، يقول لك أنا مش هخرج، المؤسسة هتضيع، هتموت، هتبوظ، مش هبقى لها قيم، مش هبقى لها يعني أخلاقيات، وكأن العالم كله سينتهي بخروجي أنا من هذه الجمعية. رغما عن أن كتون جماعتي بتقول لي أخرج، وأنا برفض أن أنا أخرج. لا يوجد هناك بابوية ولا كهنوت في العمل الخيري أبدا. عمل الخيري ومؤسساته ومؤسساته هي ملك المجتمع، حتى ولو كانت جماعتك أو حزبك أو مؤسستك هي المؤسسة لهم، لأنك تأخذ أموال المجتمع وتصرفها على المحتاجين من أبناء المجتمع، فالمجتمع هو صاحب ومالك هذه الجمعيات. الأمثلة، في بلد ما كلمت عنها كثير، في ناس عايشة في أعضاء مجلس إدارة بقالهم 30 سنة، ليه؟ يعني إيه بعدين قاعدين يقطروا لأنفسهم والأبنائهم ومن يأتون بعدهم. في بعض الناس عملوا جمعيات نفع عام لكن أعطوها لأبنائهم، ليه؟ لقيهم كذا وكذا وكذا وكذا، لكن مين أعضاء مجلس إدارة؟ ابنه وبنته وخالته وعمته، وهي جمعية نفع عام تأخذ أموال عامة الناس. خطر، هؤلاء الناس خطر على العمل الإنساني والعمل المجتمعي في العالم كله. مثل آخر من دولة أخرى، وجدوا أن كل الأموال بتاع كل البنوك قفلت حساباتهم، قفلوها إلا بنك واحد. وأغلب البنوك لما بيقفلوا الحسابات ما بيقولكش ليه، دي غطرسة البنوك في التحولات البنكية. إلى أن جاء الوقت، وكان يعني أحد موظفين الكبار في هذه المؤسسة يعني صديق لأحد البنوك اللي هو البنك الوحيد اللي فاضل، فعرفوا أن في واحد من الناس اسمه موجود على قائمة الإرهاب. أنا قلت لكم من الأول أن احنا عايشين في عالم ظالم ظالم ظالم. واتصلوا بهذا الرجل الطيب، رفض بات كهنوتية بابوية، بيقعد اجتماع كل سنتين أو كل ثلاث سنين أو كل مرة يحضر اجتماع مرة. ليه؟ لكن أصبح في نظام بنكي سيء للغاية، شئنا ما بينه خلاص عم نتعامل مع هذا العالم الظالم. ده مثل آخر بيدينا الكهنوتية البابوية لا تكون أبدا في العمل المجتمعي، أبدا عليها لا تكون في العمل المجتمعي على الإطلاق. أما نظرية شمشون أنا وبعد الطوفان أو سوحت من المعبد علي وعلى علي وعلى أعدائي، ده مش عندنا في العالم المجتمعي، لأن المؤسسة دي مش ملكك، دي ملك الفقير اللي هو جزء من المجتمع، وكل أموال هذه المؤسسات وإن أتتك فهي أموال المجتمع، أموال المجتمع اللي يحاسبك. الناس اللي بيكتبوا كلام فارغ على الفيسبوك وبالك وعلى التويتر إلى آخره إلى آخره إلى آخره. في التكنولوجيا يا شباب ممكن يجيبوا لك صفحاتك وكلامك اللي حصل قبل كده هو بعد ما قفلت الصفحة. صناع التكنولوجيا هم اللي بيجيبوا الحاجات دي، وعشناها، عشت الأدوار دي كتير في أماكن مختلفة، في معايير إنسانية الناس حطتها لابد أن نلتزم بيها. وللأسف أنا من حقي أن أتكلم زي ما أنا عايز لما كنت أنا مسؤول عن نفسي، مش مسؤول عن جمعية أو مسؤول عن مؤسسة أو مسؤول عن كذا، لأن كل كلمة أقولها على العامة وأنا مسؤول عن مؤسسة تتحمل توابعها أو عاقبتها المؤسسة التي يمثلها. فإن أردت أن تكون مسؤولاً عن مؤسسة لابد أن لا تعرض هذه المؤسسة للخطر.
دخلنا احنا في احد الاماكن يعني دول يعني الحاجات دي بس مش عايز اذكر الاسماء الدول او الاماكن دي. اشترطوا عليا انا شخصيا كنت موجود اشترطوا عليا ان هيجيبوا لي فلان يبعدوا مجلس اداره وكذا. قلت له بقول لكم ايه صلوا على النبي العالم كله مليان مليان بلاوي ومليان فقرة مع السلامة نروح نشوف حد تاني. ردخوا لأنهم حاولوا يعاملونا بمكيالين. مكيال كان بيعاملوا مؤسسات أمريكية غير إسلامية ومكيال حاولوا يعاملونا بإحنا إحنا معي من أصل عربي ومن أصل مسلمين إلى آخره. كان دفع في دولة عربية إلى آخره. في نقطة تانية يعني شوف أنا بكلمكم عن إيه. أنا بكلمكم على خطورة التواجد. يعني في مؤسسة من المؤسسات أنا عضو فيها وفي نفس الوقت عضو في جمعية تانية. الجمعية التانية دي سياسية ولها توجهات مختلفة ودي جمعية خيرية. فالحكومة بصت قالت في علاقة قوية جدا بين الإيه بين المؤسسة دي تخدم أهداف المؤسسة دي. الأشخاص رافضوا إنها تمشي عايزين يمشوا لما يعني أديكم مثلا في يوم من الأيام كنت أنا يعني كان أحد أصدقائي يعني سيد نيكولاس حكى لنا قصه كده او قصتين هم حصل. واحده فيهم كان حاجه مؤسسه الفي اس او. الفي اس او دي اللي هي مؤسسه التطوع الخيري في بريطانيا اكبر مؤسسات موجوده هنا. من حب المؤسس ليها انه اصبح هو عقبه يعني كل المؤسس من عقبه. فحصل ايه؟ حصل ان في يوم من الايام حبوا يمشوه رفض فجم على القفل بتاع المؤسسه وغيروه ومنعوه انه يخش المؤسسه. عايزين تبقوا كده تضحك عليكم الناس. في واحده اخرى برضك كانت مبدعه في مؤسستها وهي كانت برضك الايه المؤسسه وبرضك اقولها مع السلامه انا اصبحت عقبه. اخواننا هذه المؤسسات جزاكم الله خير انكم اصبحتم امناء فيها. جزاكم الله خير انكم اصبحتم مؤسسين لها لكن اتركوها لمن هم ياتون من بعدكم من الاجيال القادمه. وجودكم في هذا المجتمع الظالم يظلم المؤسسات ويظلم الفقراء ويظلم المساكين. الجماعات الدينيه كانت عنها والارهابيين كلهم عايزين يتمس كنترول بنسميها بالانجليزي كنترول فريك يعني ناس تعشق التحكم والتملك ولا تعشق الحريات وتتابع السلطات وتواتر السلطات فيما بعد بينها من الاجيال الثانيه. المجموعة الثانية هي المجموعة الحمراء اللي هو تجار الحروب وأمارات الحروب. عملوا فلوسهم إزاي؟ من دماء الغلابة. لا يدخلوا على الإطلاق مجالس إدارات ولو كان عندهم الملايين. على الإطلاق. على الإطلاق. موجودين في سوريا. موجودين في كل مكان. مش عايز فلوسهم. مش عايز دعمهم. مش عايز إمكانياتهم. ممنوع. ده عشان كده حطها في النقط في الاحمر. رجال الاعمال الفسده المفسدين اللي بيتاجروا باللحوم الفاسده والاشياء الفاسده اللي بتيجي وبيسموا بيها شعوب خط احمر بالنسبه لهم. يبقى احنا بعد دخلنا خرجنا من الخطوط السوداء دخلنا في الخطوط الحمراء. يعني دول الناس بنوا مجدهم على دماء ومخدرات الشعوب نفسها. فلا بد ان اي حد من اعضاء مجالس امناء او مجالس اداره قبل ان يدخل يعمل عنه بحث كامل او تعمل عنها بحث كامل. انني اتعامل في هذه الجمعيات مع الفقير والنازح واللاجئ ما اتعاملش مع اوراق عملت ارواح واتعامل مع امال والام. اوعوا تنخدعوا بالاموال بتاعت الفسدة إلى آخره. بعد كده الأحزاب السياسية أقل خطورة. بعد ذلك كان بقول لكل حزب سياسي اعمل لك جمعية وإن الجمعية بتاعتك لكن ما تكبسكش الجمعية دي وتجيرها ليك أنت وتبقى أنت مدخل مجموعة من أعضائك عشان إيه خير الجمعية يكون ليك أنت. لا والشخصيات اللي مسكونة عندها مناصب حكومية الحكومة بتكلفها عشان كذا برضك لا. لكن الخطورة بتكون من الأسود إلى أن وصلنا الآن إلى اللي هو
الأحمر وداخلين على الأورنج اللي هو البرتقالي إلى آخره إلى آخره إلى آخره. إيش لي؟ يعني إيش لي؟ يعني أنا بقى عامل جمعية، أجيب صاحبي علي ومحمود حسنية خديجة. مرة من المرات كان بزورنا أحد الوزارات الوزراء، فقدمت لها بعض الأعضاء مجلس عملاء كنا زمايلي، يعني قلت لي كلمة واحدة، كم لك بتحالي من 18 سنة؟ قلت أنت جاي صحابك كان بدرس معك دكتوراه، يعني ما تلفش عليا، أنا صحيح وزيرة لكن بنت شارع. فالناس فاهمة، فاهمة أن البنت دي كانت زميلتي في الجامعة، وده كان زميلي في كذا وكذا 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 وكذا. قد تكون مرحلة لكن ما تكونش الأساس، ما تكونش الأساس أبدا أبدا أبدا. الأقل خطورة أن أنا بخش في جمعية وحولها لجمعية تمثل بلدي. افرض مثلا أنا يمني، عم جايب كل الموظفين يمنيين، أنا سوري عم جايب كل الموظفين سوريين، أنا عراقي عم جايب كل الموظفين عراقيين. لو كنت بتكلم عن مجتمع دولي وجمعية دولية، أنا مصري أو أنا عربي وفي مجتمع دولي، في عندنا في الجاليات اللي أنا عايش فيها في الغرب في الباكستاني وفي الهندي وفي البنغلاديشي وفي العربي وفي 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 وفي. الصراعات القطرية والإثنية دي ما دخلهاش للجمعية، أنا أجيب أكثر كفاءة لكي يكون موظفا وقائدا ورائدا، ليس أهل بلدي أو أهل لغتي أو أهل جنسي أو أهل عرقي. ده خطر. ليه؟ لأن بالتالي أبناء المجتمع، أنا مثلا أضرب عن مثل في بريطانيا أو في أمريكا أو في كندا أو في أي مكان في العالم الغربي أو حتى في تركيا دلوقتي، في يعني 3 مليون أو 4 مليون لاجئ في تركيا. أستفيد بكل هذه الطاقات. المواطنين الموجودين هنا هو من الأصول المختلفة، زي ما قلت بنغلاديش، باكستان، سريلانكا، الهند، مصر، السودان، سوريا، ليبيا، يعني ما تتكلم زائد أهل البلد الأصليين نفسهم اللي هم الإنجليز اللي هم المسيحيين وغير المسيحيين. فأنا أختار أكثر كفاءة لكي يمثل الجمعية في مجلس الإدارة، مش في التوظيف فقط. بعد كده العائلية، يعني اللي احنا بنسميها بالعربي فاونديشن، ودي عملت مشكلة في أحد الدول الغنية في المنطقة العربية. الحكومة وجدت إن ما فيش عندها في كل الجمعيات الدولية اللي عندها إلا جمعية واحدة هي مسميها جمعية غير حكومية دولية، والباقيين كلهم كان جمعية فلان وجمعية فلان وجمعية فلان وجمعية فلان وجمعية فلان، يعني فاونديشن أو مؤسسة. وحصل في تجاوزات عند بعض هذه الجمعيات، وحصل ضغط على الدولة فأغلقت كل الجمعيات العائلية. ليه؟ لأن الجمعية العائلية دي هي مفروض عليها أن تصرف أو تنفق أموال العائلة وألا تجمع من أموال المجتمع. شفتوا قد إيه الضغط حصل على العمل الخيري في العالم كله؟ أحد الجمعيات كان فيها عضو مجلس إدارة خطيب مفوه دون ذكر أسماء، وكان في دولة من الدول جزاها الله خير تدعم هذه الجمعية في مئات الأيتام ومشاريع وكذا، يمكن 2-3 مليون دولار في السنة. نخع هذا الأمين أو هذا كذا خطبة ضد سياسة الدولة المانحة، فالسفارة عملت تقرير رسمي للحكومة وقفوا الدعم. لما جينا نسأل هذا الرجل ليه، قال الرزق من عند ربنا، ما احنا عارفين الرزق من عند ربنا، لكن في حاجه اسمها عقلها وتوكل. عايز انت تنخع وتشتم وتضرب وتعمل، سيب الجمعيه وامشي وقول زي ما انت عايز، لكن تيجي تتكلم باسم جمعيتي وبعدين احاسب انا كجمعيه او احاسب انا كفقير او احاسب انا كرمله ونازح ولاجئ على اخطائك، وترجع تقول ده رزق من عند ربنا، ده فقه معوج، فقه معوج ما أنزل الله من السلطان. الجمعية اللي أنا بعترف بها جمعية اللي بيعملها المجتمع، اللي فيها كل الأنسجة، لأن يعني الخضرة اللي فوق دي غير فيها كل الأنسجة، يمثل داخل المجلس الإدارة ومجلس أمناء والتنفيذيين
كل أبناء المجتمع اللي هم القادرين على قيادة هذه الجمعية أو هذه المؤسسة إلى آخره. ده بالنسبة لمثلث برمودا اللي أنا بتكلم عنه، وأنا أقولها أقررها مرة ثانية، أنا لست ضد المتدين أن يكون داخل الجمعية، لكن ما يكونش ديول. الديول دي إحنا بنتكلم عنها، إحنا داخلين الجمعيات عشان نتحكم فيها ونسيطر عليها. الشفافية هي الأساس، وأنا ما عندي أي غضاضة إن أي تشكيل يعمله جمعية باسمه، بيواجه المجتمع باسمه، لا أن يتخفى داخل الجمعيات الخيرية. بعد كده أنا ليه بقى حطيت الهرم ده وبتكلم فيه في الوقت ده والدنيا مقلوبة في العالم، في لبنان وفي السودان وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا؟ الأسباب كثيرة جدا. أولها الكوارث الطبيعية أصبحت لا تطاق ولا تحتمل. لما نتكلم النهاردة مع مكتب في النيجر عندهم فيضان، تكلمنا قبل كده عن فيضان السودان، وفي 8 دول أو 7 دول في القرن الأفريقي اللي هي السودان وتنزانيا وكينيا والصومال وأوغندا وجنوب السودان وإيه تاني يا ربي، وعندهم فيضانات. في نفس الوقت رحنا نتكلم هنا في أفغانستان وباكستان فيها فيضانات وهكذا. فالكوارث الطبيعية بتضرب، الصراعات المسلحة بتضرب، فالمشاكل تفاقمت في وسط عالم ظالم، ونحن نحتاج الآن لأكبر عدد، لمضاعفة حتى عدد الجمعيات الخيرية اللي بتشتغل في مش فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي. عدد المحتاجين ازداد في العالم، قلة الدعم أو عدم وجود دعم كافي لمواجهة كل هذه الأعداد المتزايدة. الثلاث أسباب رئيسيين يجعلون نكون حريصين جداً إن إحنا نتعامل مع هذا المناخ الظالم اللي بيظلم من؟ يظلم الفقير والأرمل والمسكين. التلوث البيئي والتغير المناخي اللي أنا كلمت عنه في محاضرة السودان من أسبوعين تقريباً، وقلت إن 45% من ثاني أكسيد الكربون بتنتجه دولتين، واحدة اسمها الصين 29% والتانية اسمها أمريكا 16%. والتلوث البيئي والانحباس الحراري نتيجة خروج أو إنتاج ثاني أكسيد الكربون وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات سببهم أو نص سببهم هما تاني الدولتين، هو اللي مؤدي إلى كل ما يحدث في العالم دلوقتي من اللي هو فيضانات إلى آخره. بعد كده الشريحة اللي بعد كده، الجماعات الإرهابية طالعة كتيرة، بتطلع كتيرة وعارفينها هنا وهنا وهنا. مين اللي بيمولها؟ مين اللي بيمولها؟ في جهات مشبوهة بتمولها، وكمان في حكومات بتمولها، لأن في بعض الحكومات من مصلحتها إن العالم لا يرتاح، العالم لا يكون مستقر، العالم يتشرذم ويتحول إلى كانتونات. حرب على الإرهاب هي يعني مش حرب على الإرهاب هي يعني، والإسلاموفوبيا هي حرب على الإسلام والأسف يعني. فلا بد أن يكون المسلم يعني حكيم وواعي وقادر على أنه يمشي في هذه المتلاطمات أو بين هذه المتلاطمات وينأى بجمعيتي أو مؤسستي عن كل هذه المخاطر. تحويل أموال زي ما أنا قلت قبل كده معروفة، في مؤسسات بتصنف الناس، أنت قاعد مش عارف أنت اسمك فين، محطوط على أي قائمة. لما بيجي يحصل تحويل أموال زي ما ذكرت في الجمعية الناس مش عارفة، والبنك ما بيقولكش ما حاولش ليه، لان في مؤسسات ظالمه اخرى بتصنف بناء على ما كتب عنك في الاعلام من اعلامي مهترئ او منافق او كاذب. الفلسفه الاعلاميه اللي موجهه ضد العمل الانساني وخاصه العمل الاسلامي، دول 8 اسباب بيخلونا نرجع للمثلث مره اخرى او نرجع للهرم مره اخرى ونقول يا اخواننا يعني ارجوكم أتوسل إليكم فوقوا، حافظوا على المركب، حافظوا على السفينة، حافظوا على المؤسسات. نحن غير مش هنبقى، خلي المؤسسة تبقى. أنا بعد التفاهم ما ينفعش في العصر احنا عايشين فيه ده، عصر بدون قيم، بدون أخلاقيات، بدون كل هذه الأشياء اللي احنا تعودنا عليها فيما مضى، عندما كان العالم قيمة وكان الإنسان قيمة
كانت الحياة قيمة. بعد كده بالتالي احنا المعضله اللي احنا بنتكلم عنها دي اصبح مساحه الحريات المتاحه للمجتمع المدني في الشرق او الغرب او الشمال او الجنوب بتنكمش تحت وطئه كل هذه التحديات فاحذروا ارجوكم واتوسل اليكم. فهنا بصوا اللي هم النصين دول، أصبح الملاك الحقيقيين أمام الحكومة ليسوا أصحاب الدراية أو الخبرة أو المعرفة، هم الأمناء. غالبية الأمناء ما عندهمش الخبرة التراكمية في إدارة المؤسسات الخيرية سواء في المجتمع المحلي أو الدولي، غالبيتهم مش كلهم. وأصبح أصحاب الخبرة والدراية والمعرفة ليس لهم أهلية تمكنهم من اتخاذ القرارات، اللي هم التنفيذيين أصحاب الخبرة إلى آخر، بناء على معطيات الأمور من خلال الخبرات المتقدمة. وإحنا نتكلم عن في داخل كل المعضلة عندنا هي عندنا مجالس أمناء قد تكون هي مجالس زي ما قلنا مخلصة لله سبحانه وتعالى، لكنها غير قادرة، ليس عندها الخبرة والدراية والكفاءة. وعندنا مجالس تنفيذية عندها الخبرة والدراية والكفاءة وغير ممكنة، وصاحب القرار يأخذ هذا القرار في معزل عن اللي هم المجالس التنفيذية. ما الحل إذن؟ الحل عندي من جزئين، الجزء الأول تمكين والجزء الثاني استقرار. أما في التمكين فلابد جميعنا نثبت قاعدة أن الملكية المؤسسية والملكية الفكرية للمؤسسة هي ملك الفقير وملك النازح والأرملة واليتيم، ليس ملك شيخ معين أو كاهن معين أو قسيس معين أو زعيم معين أو سياسي معين أبداً، لأن كل هؤلاء الناس وغيرهم من الموظفين يتمتعون وينفق عليهم من أموال الفقراء والمساكين. ولابد أن نتمثل أن أصحاب هذه المؤسسات ليسوا فقط المانحين ولكنهم الفقراء الفقراء الفقراء، شئنا أم أبينا. دي نمرة واحد بالتمكين. نمرة اثنين، أين تبادل السلطات من خلال الأجيال المتتبعة؟ يعني واحنا دخلنا ببعض الجمعيات هنلاقي العمر السني أو السن العمري فوق 70 وناس قاعدة بقى 20-30 سنة. ليه؟ جزاكم الله خير، أنتوا أبليتم بلاء حسن من 20 سنة. أين الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس والجيل السادس الذي يفشل في أن يحقق منظومة تبادل الأجيال، تبع الأجيال تبادل السلطان، فهو قائد فاشل، أو ليس قائد، فهو إنسان فاشل أو إنسانة فاشلة. ما تقوليش أنا قاعد بربي ناس ولسه والشباب ما استووش، غلط. تقعد تربي في ناس 20 سنة وانت في عملك الخاص، وانت في عملك الخاص بتنتقي له أحسن منهم في المجتمع، وتتسلط أنت في كرسيك هذا لمدة 20-30 سنة وأكثر، هذا خطر وهذا مفهوم خاطئ لحماية الجمعيات. أين تمثيل الشباب والنساء في مجالس إدارة؟ تمثيل حقيقي، مش نجيب ناس عشان ناخد بيهم صورة لقطة كده، أنا عندنا أختين كده، جيب ناس شباب بس يعني إيه يقعدوا كده معانا ولا لا 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 ليهم لا يفتحوا ولا ينصبوا ولا يعملوا أي حاجة عشان إيه نجمع بيهم تبرعات. هذا هراء ورياء وجزء من النفاق. من أربعة، ودي الجديدة اللي كنت بناقشها مع أحد زملائي المخضرمين في العمل الخيري والذي له في العمل الخيري 25 سنة أو أكثر، أنا يمكن قربته على 40 مش من عمري من العمل الخيري، اللي هو متى سنمثل المدراء التنفيذيين داخل مجلس إدارة لكي يكون لهم صوت
لكي يكون لهم صوت. احنا بنقعد في مجالس إدارة كتيرة جدا المدير التنفيذي وغيره بيكونوا مكسوفين او خايفين يتكلموا يحسن يترفضوا، ينظر لهم نظرة غير غير غير, غير يعني محترمة، يخافوا، يخافوا على وظيفهم وعلى أرزاقهم وعلى أولادهم وعلى مستقبل أولادهم. متى تنمثل المدراء التنفيذيين كجزء من نسيج مجلس إدارة هذه الجمعيات أو مجلس أمناء هذه الجمعيات؟ يبقى احنا بنتكلم عن تمثيل الشباب، وبنتكلم عن بنتكلم عن تمثيل الشباب، وبنتكلم عن تمثيل النساء، وبنتكلم عن تمثيل التنفيذيين داخل مجالس الإدارات اللي بنتكلم عليها مجالس الأمناء. احنا عايزين ثورة فكرية وثورة اجتماعية في داخل مؤسساتنا لكي نستطيع أن نواكب بها كل هذه المشاكل اللي اتكلمنا عليها في الصلاح الماضية. ده بالنسبة للتمكين. الأخرى، الشريحة الأخرى، الجزء الثاني من الحل اللي هو التأطير والمحافظة اللي احنا كلنا عارفينها بس ما بننفذهاش. أول شيء فيها استقلالية المؤسسة عن كل شيء، الأحزاب السياسية، الجماعات الدينية والجماعات الفكرية والجماعات الأخرى والتشكيلات غير الإنسانية. أنا لن أحارب هذه الأشياء، بالعكس جزاكم الله خير، لكم دينكم ولي دين. أنا بتكلم عن معايير إنسانية بتحمي المؤسسات اللي أنا بعمل فيها من أجل العناية بالفقراء والمساكين. عايزين تخشوا أنتوا في تشكيلات سياسية خشوا، في عسكرية خشوا، في استخباراتية خشوا، في أمنية خشوا، في بطيخية خشوا، زي ما أنتوا عايزين. لكن أنا بحمي هذه المؤسسات وبنحمي القطاع كلنا مع بعض. نمرة 6 من الحلول في التأطير والمحافظة على المسيرة هو الانفتاح. الانفتاح، افتح الباب على المجتمع وتمكين المجتمع من المؤسسة، مش تمكين المؤسسة من المجتمع. في كتير جدا من العقليات اللي هنتكلم عنها يقولك احنا مؤسستنا او احنا جامعتنا او احنا حزبنا هو الدولة وهو الوطن وهو الشعب. ابدا، ما جمعيتك ولا مؤسستك ولا حزبك ولا جماعتك الا جزء من نسيج الوطني تمثل فيه ما تستطيع ان تصل اليه من ابناء الشعب، وتمثل فيه رضا ابناء الشعب عنك او عنك. لانفتاح المجتمع وتمكين المجتمع من المؤسسات، معناه تمكين المجتمع يعني المجتمع يفرز لي القيادات والموظفين الذين ياتون ليتربعون على عرش هذه المؤسسه، لان المؤسسه مؤسسه الفقير الذي يملكها المجتمع. نمرة 7، المساءله الداخليه. لابد ان انا اسائل كل واحد فينا. يعني كنا بنتكلم امبارح عن ان رئيس وزراء بريطانيا بيقول المرتب بتاعي يعني قليل شويه، ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني مع عدم المقارنه ما بين سيدنا ابو بكر بعد ما عين على الخلافه، نزل يتاجر في السوق، قال له فسيدنا ابو بكر رايح فين؟ قال له انا رايح عشان ما عنديش دخل ولادي، فعمل له مرتب عشان يعيش منه وتفرغ منه وتكسب منه. سيدنا أبو بكر مش هو اللي فرض على نفسه المرتب، سيدنا عمر مش هو اللي عمل لنفسه المرتب، سيدنا عمر عبد العزيز مش هو اللي عمل لنفسه المرتب، وهكذا. فالمسألة الداخلية، من أين أتى مالك وكيف تصرف مالك، ومن حيث يعني، والمسألة الخارجية للجمعية والأفراد المجتمع من المجتمع نفسه. يبقى أنا في مسألة داخلية اللي بنسميها internal quality control، ونسميها مسألة خارجية أيضا. طبعا اتباع المعايير الانسانيه اتكلمنا فيها كتير كتير، خاصه الشفافيه والمصداقيه والمعياريه، يا يعني واحد حب يعمل فيها شعر ويعمل فيها قصص ادبيه ويعمل فيها دراما يعمل. والنقطه تسعى لتثبيت مبدا بناء الشراكات والتحالفات مع المؤسسات المثيره. لابد، لن نستطيع في وجود هذه الجوائح الإنسانية والكوارث الكثيرة أن نعمل وحدنا دون أن نبني شراكات مع الآخرين. انسوا انسوا انسوا، والشراكة مش صورة، الشراكة مسيرة، والشراكة مش مشروع، الشراكة برنامج، والشراكة مش خطبة، الشراكة أداء. دي 9 نقاط اللي في الحل. رجعني كده على أول 4 نقاط تانية يا علي في الحل. تمكين 4 لقاء الملكية الفكرية المؤسسية لأصحاب الفقراء،
تبادل السلطات وتبع الأجيال، تمثيل الشباب والنساء في مجالس الإدارة، وتمثيل مدراء التنفيذيين في عضوية مجالس الإدارة والأمناء. بعد كده الخمس الآخرين هو التأثير في المحافظة على المسيرة، لما استقلالية المؤسسة، الانفتاح عن المجتمع، المسائل الداخلية والخارجية تبع معين إنسانية وخاصة الشفافية والمصداقية، تثبيت مبدأ بناء الشراكات إلى آخره. بعد كده نرجع للهرم مرة ثانية، أو نرجع للمثلث مرة ثانية، أنا مش حسيبه، واللي عايز يفهمني صح يفهمني، واللي عايز يفهمني غلط يفهمني، هو حر أو أنتوا حرين، أنتوا أحرار. أنا بتكلم على خطورة، أنا لست ضد الدين ولست ضد المتدينين، لكني ضد خطر وجود بعض هؤلاء الناس غير الواعين الذين يريدون أن يسيطروا على هذه الجمعيات من الداخل، وهم ليسوا أهلا وليس عندهم القدرة. فلذلك أنا حطيت كل الخطوط الحمراء والسوداء دي تعبر عن الخطر في وجود هؤلاء داخل مجالس الأمناء أو مجالس اللي أنا بتكلم عنها. بعد كده اللي بعد كده أرجع تاني، عشان عندي حساسية عند مشكلة السودان يا شباب، ما لا يقل عن 800,000 نازح داخل السودان. أرجوكم وأتوسل إليكم أن تعلوا درجة الوعي لمساعدة الشعب السوداني، وكذلك الشعب اللبناني، وكذلك كل الشعوب الأخرى اللي في غرب أفريقيا وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا إلى آخره إلى آخره. وجزاكم الله خير وأكرم، يعني أحسن الله إليكم جميعا حسن استماعكم، ونراكم غدا في المحاضرة نفسها بالإنجليزي. Tomorrow we'll see you same time إن شاء الله 6 p.m. London time 8 p.m. مكة time same topic in English إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.